ابعد. ده كمان القطط، شو الناس ما تعرفش ان القطط والكلاب بتحلم. ايوه صح. اه تلاقيها فجاه كده ايديها بتعمل كده بكده كده، دي بتجري. ايوه صح. عارفه صح. عملوا دراسه سابقه، هي بعيد عن برنامجنا بس انا هقول لك، يعني عملوا دراسه سابقه وحطوا حاجات على يعني دماغ القطط نايمه يعني، ففعلا طلعت على الشاشه انها جاريه ورا فار وجاريه ورا بيحلموا والله وجاريه ورا لقمه ومش عارف ايه حاجات كده يعني كل حياتهم. تحسي لما حتى لما بيصحى بيبقى مخدود. صحيح الحمد لله انا صحيت. ممكن تكون كان في ايده حاجه وصحي. أيوة. ليه كان حلم؟ حلو قوي الموضوع ده. ايوه.